بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم أعزائي الطلبة، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نبدأ معا في مجال الآداب والأخلاق الإسلامية ودرس الحياء الجزء الأول. سنتوقف بحول الله تعالى في هذا الدرس على هدفين اثنين، أولهما أن نعرف الحياء ونوضح مفهومه بشكل جيد، ثانيا أن نستنبط فضائل الحياء من النصوص الشرعية. أعزائي الطلبة، قبل أن نبدأ بدرسنا سأقدم تهيئة لذلك. قال ابن القيم رحمه الله: وكل خلق محمود مكتنف بخلقين ذميمين، وهو وسط بينهما. إذن كل خلق محمود مطلوب هو وسط بين خلقين ذميمين. أضرب لذلك على ذلك بأمثلة: الإسراف مثلا والبخل، لا شك أن هذين خلقين ذميمين، هناك خلق في الوسط بينهما محمود يسمى الاعتدال في النفقة. أيضا التهور والجبن هما نقيضان، أيضا يأتي بينهما في الوسط الشجاعة، فالشجاع ليس متهورا ولا جبانا. أيضا الخجل والوقاحة، هذان خلقان ذميمان لا يحبهما الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يأتي في الوسط بينهما الحياء، فالحياء خلق محمود وسط بين خلقين ذميمين، وهما الخجل والوقاحة. الحياء هو عنوان درسنا لهذا اليوم بحول الله تعالى. إذن هدفنا الأول لهذا اليوم أن يعرف الطالب الحياء. من خلال خبرتك اقترح تعريفا للحياء، فكر معي لمدة 10 ثوان من أجل أن تعطيني تعريفا للحياء. أحسنتم، شكرا لكم على تفكيركم هذا. الحياء خلق كريم يبعث على فعل الجميل وترك القبيح من الأقوال والأفعال مرضاة لله تعالى. إذن الحياء من الأخلاق الكريمة، هذا الخلق الكريم يدفع صاحبه على فعل الجميل من القول أو الفعل، وأيضا ترك القبيح وترك الشر وترك السيئات وترك كل ما هو مذموم من الأقوال والأفعال، كل ذلك هدفه مرضاة الله تبارك وتعالى. أبنائي الطلبة، بعد أن بينت لكم تعريف الحياء، أود معكم شيئا فشيئا أن نعيد هذا التعريف من أجل أن نحفظه. حاولوا معي تكرما أن تعرفوا الحياء. فالحياء هو، نعم، هو خلق كريم. أحسنتم، يبعث على ماذا؟ هل يبعث على الخير أم يبعث على ماذا؟ يبعث على فعل الجميل، أي فعل خير، أي شيء طيب يبعث عليه الحياء، وهذا لا شك فيه. أيضا يبعث على الفعل الجميل أيضا وترك القبيح من الأقوال والأفعال. إذن إذا كان هذا الخلق كريم يبعث على فعل الأشياء الجميلة وترك الأشياء القبيحة، ترى لماذا نتخلق بهذا الخلق؟ لماذا نتمثل بهذا الخلق؟ نتمثل به، أحسنتم، مرضاة لله تبارك وتعالى. إذن الذي يطبق الحياء ويمارسه في حياته وفي أقواله وفي أفعاله، كل ذلك من أجل أن يرضى الله تبارك وتعالى عنه. وإذا رضي الله عنك كنت من أهل الفلاح في الدنيا والنجاح في الآخرة. أبنائي الطلبة، بإمكانكم الآن أن تفتحوا الكتاب على السؤال الثاني صفحة 88 من أجل أن تجيبوا عن هذا السؤال
وهو تعريف الحياء. الهدف الثاني أن نستنبط فضائل الحياء من النصوص الشرعية. ما المقصود بالنصوص الشرعية؟ النصوص الشرعية هي الكتاب والسنة، فسأعرض عليكم آيات كريمة وأحاديث شريفة، ثم بعد ذلك نستنبط فضل الحياء. ما هو فضل الحياء؟ سنتعرف عليه من خلال النصوص الشرعية الآتية. من فضائل الحياء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. إذن قال رسول الله، قولوا صلى الله عليه وسلم: لأن البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي، فلا تكونوا بخلاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. أي فضيلة من الفضائل للحياء في هذا الحديث الشريف؟ إذا كان الحياء لا يأتي إلا بخير، حسب فهمكم لهذا الحديث، ما هي الفضيلة الموجودة في هذا الحديث الشريف؟ أحسنتم، أن الحياء كله خير. أحسنتم. حديث آخر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا أحسنتم، قولوا صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 10 شعب. حسب فهمكم لهذا الحديث، أترككم لثوان لتستنبطوا الفضيلة للحياء الموجودة في هذا الحديث الشريف. إذن الإيمان 70 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 10 شعب. أحسنتم، إذن الحياء 10 شعب من شعب الإيمان. شو يعني 10 شعب من شعب الإيمان؟ أي أن الحياء خصلة من خصال الإيمان، ودرجة من درجات الإيمان، وأن صاحب الحياء متحل بالإيمان. الحديث الثالث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حيي ستير، يحب الحياء والستر. إن الله عز وجل حيي ستير، يحب الحياء والستر. ماذا نستنبط من هذا الحديث كفضيلة من فضائل الحياء؟ أن الحياء خلق يحبه الله تعالى. إذا كان الله يحب الحياء، يقينا أنه يحب صاحب الحياء. فإذا كنت حييا، وإذا كنت متخلقا بهذا الخلق، فإن الله تعالى يحب هذا الخلق، وبالتالي يحبك أنت عزيزي الطالب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. من هذا الحديث الشريف، ما الفضيلة التي نستنبطها للحياء؟ إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. أحسنتم، الحياء خلق الإسلام، فليس خلق فقط من أخلاق الإسلام، بل زينة الإسلام، وخلق الإسلام هو الحياء. وقد كان هذا الخلق يتمثل فيه النبي صلى الله عليه وسلم أيما تمثل، وأكثر الصحابة رضي الله عنهم تمثلا لهذا الخلق كان سيدنا عثمان رضي الله عنه. الحديث الأخير معنا في فضائل الحياء، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذن على ما يدل ذلك؟ ما الفضيلة التي نستنبطها من هذا الحديث الشريف؟ هناك فضيلة موجودة في هذا الحديث الشريف عن الحياء، ترى ما هي؟ أحسنتم، بارك الله فيكم، أن الحياء قد حث عليه الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خلق الأنبياء جميعا،
وأنه كان أحد أدوات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، حيث إن الأنبياء عليهم سلام الله كانوا إذا أرادوا أن يتحدثوا مع أتباعهم وأقوامهم كانوا يقولون لهم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا كناية على أن الحياء رادع عن كل فعل قبيح وباعث على كل فعل طيب وخير وجميل. إذن نريد أن نستجمع هذا الحديث الشريف لنقول إن الحياء خلق من أخلاق الأنبياء، وقد حث الأنبياء عليهم السلام على هذا الخلق العظيم. أحبتي الطلبة، إذا من فضائل الحياء أريدكم أن تكرروا معي وأن تستذكروا معي، ذكرنا 5 فضائل للحياء، كرروها معي تكرما. أولا أن الحياء كله خير، أن الحياء كله خير. ثانيا أنه شعبة من شعب الإيمان وخصلة من خصال الإيمان العظيم، ومن تخلق به كان مؤمنا. ثالثا هو خلق يحبه الله تبارك وتعالى، وإذا أحب الله الحياء أيضا أحب صاحب الحياء، فكونوا من الذين يحبهم الله عز وجل. وأنه خلق الإسلام، هذا الخلق العظيم هو خلق الإسلام العظيم أيضا، وأن الحياء قد حث عليه الأنبياء كلهم. تعالوا بنا لنغلق هذا الهدف الثاني فنجيب عن هذه الأسئلة. السؤال الأول: ما الدليل على أن الله تعالى يحب الحياء؟ ذكرنا منذ قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا حديثا أن الله بموجبه يدل على أن الله تعالى يحب الحياء. ما هو هذا الحديث؟ افتحوا الكتاب لا بأس. أحسنتم بارك الله فيكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر. إذن هذا الحديث يدل على أن الله تبارك وتعالى يحب الحياء. السؤال الثاني: على ما يدل قوله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء؟ على ما يدل هذا الحديث؟ إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. أحسنتم بارك الله فيكم، أن الحياء خلق الإسلام. جزاكم الله خيرا. الغلق النهائي لهذا الدرس، سنجيب عن الأسئلة بصح أو خطأ. السؤال الأول: من فضائل الحياء أنه من شعب الإيمان. فضيلة من فضائل الحياء أنه من شعب الإيمان. أحسنتم، الجواب صحيح. السؤال الثاني: يعتبر الحياء وسط بين الوقاحة والخجل. الحياء وسط ما بين الوقاحة وما بين الخجل. أحسنتم، الكلام صحيح. السؤال الثالث والأخير: الحياء يبعث على فعل الجميل من الأقوال دون الأفعال. الجواب خطأ. أحسنتم، لأن الحياء يبعث على فعل الجميل من الأقوال والأفعال معا، ويردع عن سيء الأفعال وعن سيء الأقوال. وفقكم الله أيها الأحبة. وفي الخاتمة، شكرا لكم على حسن إصغائكم واستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.